قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین، ہمارے یوٹیوب چینل ممتاز اسلامک ایجوکیشن پر آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے. محترم ناظرین، ہمارا پچھلا سبق پہلا پارہ رکوع 7 سے رکوع 8 تک ہو چکا تھا، اور آج ہم پڑھیں گے رکوع 8 سے رکوع 9 تک. جو حضرات ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں، وہ حضرات بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو دبا لیں تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ کی جائے اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو مل جائے اور کوئی بھی سبق مس نہ ہونے پائے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون.
فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون صدق الله العظيم. محترم ناظرین، ہمارا آج کا سبق رکو 8 سے رکو 9 تک ہو چکا. اگلے ویڈیو میں ہم اگلے سبق میں رکو 9 سے رکو 10 تک پڑھائیں گے. آپ تمام حضرات کو ہمارا آج کا سبق، آج کا ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. دوسری بات، ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیا کرے. جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.